زينة شاهين، عضو المكتب السياسي، نائبة برلمانية عن جهة فاس مكناس ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة فاس مكناس. في هذه اليومين حقيقة عندنا واحد الإحساس، واحد هو إحساس بالافتخار، و بهذا الدورة الخامسة ديال الجامعة الصيفية لشبيبة التجمعية، وكانت بالأمس الجلسة الافتتاحية اللي عرفت نجاح كبير بحضور أزيد من 3800 أو 4000 شاب وشابة من جهات 12 المملكة والجهة 13 أي مغاربة العالم، وأيضا شباب من منظمات أجنبية أوروبية وغير ذلك. وحقيقة كان تنظيم اللي تكلفت به الفيدرالية فقط دون اللجوء إلى أي أحد من القيادات الحزبية اللي تكلفوا بهذا التنظيم، وكان تنظيم رائع. وهذه الدورة عرفت العديد من الورشات وكان فيها النقاش المستفيد، وكنت من المؤثرين ديال الورشة رقم 4 حول محورية الأسرة في العمل الحكومي، وكان نقاش جيد. وحنا كنعرفوا أن الأسرة حقيقة هي لبنة المجتمع، ماشي فقط غير كشعار، ولكن هي النواة والحكومة الحالية أبانت، والحصيلة ديال نصف الولاية راه كانت واضحة جدا وبينات على الجهود اللي دارت، واللي كلهم كتصب في واحد الاتجاه واحد اللي هو استقرار الأسرة. وكنهضروا هنايا على إصلاح التعليم، إصلاح الصحة، منظومة التعليم، منظومة الصحة، الدعم المباشر، الدعم السكن أيضا، وأيضا التغطية الصحية الشاملة، وأيضا الورش الكبير ديال إصلاح مدونة الأسرة، واللي الحزب قام بواحد العمل كبير من خلال الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وقاموا بإعداد واحد الكتاب الأبيض واللي منه نجات اللجنة المنبثقة عن المكتب السياسي، واللي اخترت التوصيات اللي قدمها الحزب للجنة. وحنا في انتظار هذا مشروع المدونة، ودابا حاليا صاحب الجلالة نصره الله حال هذه المقترحات إلى المجلس العلمي وأعلى، وكننتظر إن شاء الله الخروج ديال هذه المدونة سريعا، وتكون ما إن شاء الله كنتمناو أنها نقدروا ندرسوها في الدورة الخريفية المقبلة. وكنقول مرة أخرى أننا الحزب عودنا على التنظيمات، وعودنا على احترام هذه التنظيمات، وأنه الشباب والمرأة وغيرها من المنظمات الموازية للحزب كتقوم بواحد العمل جبار، وهذه الشبيبة هي اللي إن شاء الله غادي تكون. وكما شفتوا في الجلسة الافتتاحية كان من الشبيبة عندنا 5 ديال النواب البرلمانيين، عندنا رؤساء جماعات، عندنا الممثلين في المجالس كاملين، وهكا بغينا يكون القاعدة ديال الحزب ديالنا تكون قاعدة شبابية ويكون عندها الطموح، وإن شاء الله غادي نوصلوا وغادي نكملوا، وشعارنا هي نواصلوا ونكملوا جميع. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.